هذا العالم مليء بالغرائب، ولا يزال العلم يحاول كشف أسراره إلى الآن، في حين استطاع كشف بعضها، لكن ما خفي كان أكبر بكثير. في هذا التقرير سنقدم لكم بعض الغرائب التي وقف العلم أمامها وهو عاجز عن تفسيرها. ابقوا معنا. قناديل الجبال المضيئة. كل عام في الجبال الضبابية الآلاف من الحشرات المضيئة تجتمع لأسبوعين هناك، وهي تقدم عرضا خلابا ومذهلا من الانسجام وتناغم الألوان. الأمر الغريب في هذا الموضوع هو تجمع الحشرات في ذلك المكان والإضاءة دفعة واحدة مثل قنديل ينير عتمة الليل. الكثير من النظريات العلمية حاولت تفسير هذه الظاهرة، بعضها يرجح سبب الإضاءة الجماعية لزيادة فرصتها في التزاوج، وذلك لأن مدة حياة هذه الحشرة قصيرة جدا، وهي تحاول جذب الأنثى لها في هذا التجمع الباهر. ولكن هذه النظرية لم تدرس سبب تجمعها في الجبال الضبابية، وأيضا يمكن لمجموعة صغيرة منها فعل ذلك في أي مكان آخر. وإلى الآن ما تزال هذه الظاهرة لا تحمل تحليلا علميا دقيقا. أشجار بولندا المنحنية. في بولندا تقبع غابة غريبة جعلت أكثر علماء الجيولوجيا حنكة يقفون عاجزين أمامها. هذه الغابة هي أرض للغموض ومليئة بالأشجار المنحنية، حيث يوجد فيها حوالي 400 شجرة صنوبر بزاوية انحناء 90 درجة من ناحية القاعدة. وكالعادة دوما ما تلف الأساطير هذه الأمور. سكان المنطقة القريبون منها يؤمنون أن في هذا المكان حدث أمر غريب نسب إلى المخلوقات الفضائية، وبعض المحللين يعتقدون أن الشد الجاذبي هو السبب. ولكن لماذا هذه الأشجار منحنية؟ زرعت هذه الأشجار في عام 1930، وبدأ الانحناء في قوامها بعد 10 أعوام من عمرها. لم يكن هناك أي شخص عندما حصل هذا الانحناء المفاجئ، ولا أحد أيضا استطاع تفسير هذه الظاهرة إلى الآن، وما تزال هذه الغابة المليئة بالغضب والغموض سرا من أسرار العالم. الحيوانات التي لا تتنفس. الأكسجين، إكسير الحياة الخالد الذي تستهلكه أو تنتجه الكائنات الحية من أجل البقاء، ولكن عظمة الله لا حدود لها، فقد تم اكتشاف مؤخرا حيوانات لا تحتاج لاستهلاك الأكسجين أو لإنتاجه من أجل البقاء، وهي بالأحرى لا تتنفس. ففي أعماق البحر الأبيض المتوسط تم اكتشاف حيوانات لا تتنفس تنتمي لشعبة اللوريسيفرا، وهي تعيش في بيئة يكاد الأكسجين أن يكون معدوما فيها. ففي ظل هذا العالم الذي نعيشه لا يوجد أي كائن حي يعيش بدون أكسجين، وهذا ما جعل العلماء يعجزون عن تفسير كيفية حياة هذه المخلوقات إلى الآن. لماذا نحن ننام؟ النوم هو أمر طبيعي لكل شخص، ولكن حدوثه يبدو شيئا غير طبيعي. في كل يوم نحن نذهب للنوم، وبعدها تفقد عقولنا الوعي وأجسامنا تصبح خضرة. ولكن لماذا نحن ننام؟ قد يقول البعض نحن ننام من أجل الراحة. حسنا، إذا كانت أجسامنا تحتاج للراحة فقط يمكننا التمدد أو الجلوس لأخذ قسط منها، ولكن لما يجب علينا النوم من أجل استعادة كامل نشاطنا؟ فهل يستطيع الذين ينكرون وجود الله العيش بدون هذه النعمة التي أوجدها الله لنا؟ غناء الحيتان. الحيتان أضخم المخلوقات على وجه الأرض فمنذ آلاف السنين، وهي تغني أنشودة البحر الغريبة فيما بينها. أصواتها بالنسبة إلينا غير مفهومة، ولكن بالنسبة لها تحمل رسائل ومعاني للتواصل. حاول العلماء فهم مغزى هذه الأصوات، حيث يعتقدون أن الذكور تنشد هذه الأغاني من أجل جذب انتباه الإناث للتزاوج، ولكن أدوات التسجيل لدى الخبراء كشفت أن هذه الأغاني تتغير كل فترة، ويتم تأديتها بشكل جماعي، وكأنها تحكي قصة البحر العميق. يقول بعض العلماء إن هذه الأغاني تصدح عاليا وتملأ البحر عندما تخسر الحيتان أحدها وتشعر بالوحدة، ولكن إلى الآن ما
ما تزال أغاني الحيتان لغزة يحمل الكثير من أسرار البحار العميقة.